والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام على شعبنا المجاهد الرازع تحت وطأة الظلم والاستبداد. السلام على أسمان الأبطال الطابعين خلف قضبان الجور والطغيان. السلام على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا في النفس والنفيس وعبدوا لنا طريق الكرامة والنجد والإباء. السلام عليكن أخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. أما بعد، اعتاد شعب البحرين منذ أن وضعت قدم هذه العائلة الخليجية الدخيلة أرض البحرين على الفساد والتمييز الطائفي والاستئثار بالخيرات والمقدرات وقمع الحريات وسلب الكرامة وتبييع الشعب وأغراضه في الفقر والجهل. وقد امتدح بسنان فكرها القوات هذا حال القبائل المتنحية والأنظمة المجاورة هذه الصفات البغيضة حتى ظل متأصلا ومتجذرا وملازما لها إلى يومنا هذا. لكن شعب الرواد الأديب أبى الانصياع والرفوف للذل والحوار وظل ينشن المجد والحرية والكرامة على مدى سنوات وعقود من خلال انتفاضاته المتكررة والمتلاحقة حتى بلغ فجر 14 فبراير من العام 2011 ميلادية وبان بياض أبراده والذي انتفض فيه الشعب البحريني عن فكرة أبيه بعد أن ضاق به الأمر درعا وقرر المضي طلبا نحو التمييز الجذري الذي لا مناص منه بحيث يكون الشعب مصدر السلطات. وفي الذكرى السنوية الثانية لدخول قوات الاحتلال السعودي للأراضي البحرينية والتي نفذ أسعارها الأروج إلا عن جرائم وحشية ينجي لها الجبين ولم يسبقها بديل إذ طالت الحجر والبشر وقاست من خلالها المرأة البحرينية. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واشف جرحانا وفك قيد أسرانا وانصرنا على القوم الظالمين وألف تحية.